زميلك ورئيس الكتلة زميلك السابق أسامة الخليفي اللي من بعد استقالتك ما حكيتوش، حاول يلخص اللي صار للأربع شهور الأخيرة وكتب على واحد جرى وحده جا الأول وانقلب على الدستور الذي أخذ به الشرعية المزورة وأقسم على حمايته ويحكي على الشرعية والمشروعية. مهزلة سيذكرها التاريخ كأكبر عملية تحيل في تاريخ الإنسانية، الباقي الكل تفاصيل مملة ورديئة شكلا ومضمونا لا غير. هو قال التاريخ سيذكر مهزلة وعملية تحيل. أنت شنو تقول تاريخ باش يذكر على الفترة الأخيرة من بعد 25 جويلة لليوم؟ موقفي ما بدلتوش من 25 جويلة، تصريح اللي عملته وتصريحات اللي عملتها نهار 26 جويلية. مش قيس سعيد اللي سكر المجلس، النواب اللي في وسطه هما اللي تسبوا في تسكير. الشعب التونسي تغشش، خرج في مظاهرات، حرق مقرات حركة النهضة. الرئيس بصفته مسؤول على الأمن ومسؤول على وحدة الدولة بنص الدستور سكر المجلس. من يتحمل المسؤولية الأكبر من بين النواب؟ لا عاد انتم الاعلام، عاد انا باش نقول لكم انت نايبه من قلب الحدث. لا عاد انتم احنا كنا نغطيو في اعمالكم، تغطيو في اعمالكم، تغطيو في اعمالكم وعمالكم خير كي جات من عندك. اي قل لي من يتحمل المسؤوليه، لشكون نوجه انا نقول له انت سبب الرئيسي؟ فما هاني قلت لك لا فما ما قلتليش فما وفما. شكون يتحمل المسؤوليه؟ برشا هما يا اخي، واحد ولا اثنين. قلت لك حركه النهضه اللي كل مره ترجع للحكم. عبير موسي تتحمل المسؤوليه؟ عبير موسي انا نعتبر معناتها ما نجمش نقول اللي عملته الكل سلبي. علاش؟ على خاطر وقت اللي فقدنا الامل وسلمنا بالهزيمه، عبير موسي رجعت فينا المقاومه. نجم نشوفك في الدستوري الحر. لا شوف، انا راهو وجودي في السياسه مش غايه في حد ذاتها. نجم نشوفك في الدستوري الحر. انا وعبير موسي نعتبر نفسي من نفس العائله السياسيه، يعني وعندنا نفس الهدف، نختلف معها في الطريقه. الهدف هو بيدو كونا ننتصروا على الاسلام السياسي والافكار الخطيره هذه اللي توصل عبد باش يمشي لسوريا ويقتل روحه، وتوصل المواصل الكبيره برشا. هذه نعتبرها انا ضدها كيف ما عبير موسى ضدها. لكن شنو الفرق اللي بيني وبينها؟ انا نعتبر اللي نحب انا انتصار مشرف.